حضراتكم مرة تانية معانا في النور، والفقرة الحوارية الأولى في حلقة النهاردة واللي حقيقي بتهم كل المصريين مش مجرد تقرير خرج عن قناة، لكن إزاي الجماعات الإرهابية بتستغل المنابر الإعلامية في أكتر من مكان وفي أكتر من دولة لبث سمومها ضد المصريين وضد مصر، وإيه مصلحة كتير من القنوات أو الإذاعات اللي ممكن تكون بتتعاون مع الجماعات الإرهابية، وتحديدا البي بي سي البريطانية والتقرير المسيء لسمعة مصر والألفاظ اللي بتسيء لمصر اللي خرج بيها التقرير. هنحاول نقرب من المشهد أكتر ونشوف بعد تحليله إحنا كمصريين إزاي نتعامل ويكون عندنا وعي كافي، ومش بس المصريين لكن الإعلام المصري والعربي، المفروض القنوات المحترمة والإعلام محترم ازاي يقدر يتصدى لمثل هذه القنوات. بيسعدني ويشرفني يكون ضيفي استاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. اهلا بحضرتك. اهلا بك. اهلا بك. هبدا معاك بالهجمه الشرسه اللي شنتها البي بي سي، ويعني حضرتك اول ما شفتها وسمعتها. يعني هو سلوك البي بي سي ليس جديدا علينا، طريقتها في التعاطي مع الشان المصري بشكل عام ايضا ليس جديدا علينا، لذلك لم هو اللي فاجئني بس التوقيت يعني مش اكتر، انما الحقيقه البي بي سي يعني منذ زمن ليس بالقصير وهي تتناول الشان المصري والقضايا المصريه بوقائع ربما لا تمت إلى الواقع بصلة، وتبني عليها استنتاجات ثم بعد ذلك تقارير ثم بعد ذلك رأي لتصدر صورة ذهنية بعيدة تماما عن الصورة الحقيقية لمصر. لماذا تفعل البي بي سي ذلك؟ لأنها أحد أذرع المخابرات البريطانية ومن النوافذ المشهورة جدا المعادية للعرب بشكل عام ولمصر بشكل خاص. علاقة الإخوان بالبي بي سي أو علاقة الشأن المصري العام بالبي بي سي مرتبط بقناعات من يدير المخابرات البريطانية، وربما جزء كبير من لا نقول الدولة البريطانية بشكل عام ولكن جزء كبير من الدولة البريطانية قناعتهم بأنه لا يمكن أبدا لمصر، تلك الدولة التي ما زالوا ينظرون إليها على أنها كانت إحدى ولايات الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، وأن مصر يعلمون جيدا أنهم إذا تركوها لحالها ولأهلها ولناسها ولاقتصادها سوف تصبح قوة إقليمية عظمى، وهي بالفعل قوة إقليمية عظمى ربما تناطح القوة الكبرى. لذلك دائما ما تظهر مثل هذه التخرصات التي تتعامل بها إدارة البي بي سي عن مصر بشكل حقيقة يعني فج وغير مقبول على أي مستوى من المستويات، ويجب أن يكون هناك وقفة. دائما ما تكون وقفات مصر وقفات يعني طبعا احنا بنرعى حرية الإعلام الأجنبي ونحافظ دائما على تواجد وسائل إعلام أجنبية حتى تكون نوافذ مفتوحة علينا لأننا ليس لدينا ما نخفي، لكن دون تدخل في الشأن المصري بما يدور الأمن القومي بالتأكيد المصري. يعني شوفي انت مش هتقدري تمنعي ده إلا إذا اتخذتي خطوات حقيقية. هل تستطيع مثلا احنا خلينا احنا نكره في التلفزيون المصري مثلا او حتى اي قناة من القنوات الخاصة نعمل كده تقرير عن الكوارث اللي في بريطانيا، وهي كوارث على فكرة كتير، يعني بريطانيا مش جنة ولا حاجة زي ما الناس فاهمة، انما اللي زار بريطانيا يعرف ده واللي بيتابع الاخبار بريطانيا يعرف ده، وهم عندهم هناك خطوط حمراء لا يمكن ابدا الاقتراب حتى منها مش تجاوز. خلي انا التلفزيون المصري يعمل تقرير كده، مش هقول لك زي البي بي سي لان احنا برضو عندنا يعني اخلاق شويه، وشوفي بريطانيا هتعمل ايه في ده. انما احنا دائما لان مصر بالفعل دوله كبيره ودائما ما تترك العجله تدور حتى تفضح من يديرها، لذلك تترك البي بي سي ومن قبلها الجزيره ومن قبلها قنوات كثيره جدا. ولكن دعيني يعني اشير الى علامه بيضاء ونورانيه مع برنامجكم اللي اسمه النور، انه طالما مصر هي يعني في صدر الرهان وفي مرمى النيران اكيد انت حاجه مهمه. ما هو لو بلد عادية تم البلد اللي جنبنا ما فيها يعني، إنما ليه مصر دايما هي اللي يعني دايما عندنا الحكمة بتقول لا تقذف إلا الأشجار العالية. فمصر خلينا نبص بقى بالناحية دي، إن مصر كبيرة جدا وإن مصر حققت نجاحات كتيرة جدا، عشان كده دايما هي في مرمى
النيران، ناخد من الزاوية. عشان كده في تغافل، يعني السبب اللي احنا بنتكلم عليه ومنطقي يكون في تغافل للانجازات اللي بتحصل في مصر طول السنين. مش تغافل، ده تعفير بالتراب. يعني عارفه مش تغافل، هم ما يتغافل، مش بيتغافلوا، ولكن بالتاكيد هم بيتعمدوا دائما الا يرين، يعني يوصلوا اي صوره الا مصر المتازمه دائما. بالتاكيد احنا مرينا باوقات ازمات، وبالتاكيد مرينا باوقات كان فيها مصر ضعيفه والدوله هشه، ولكن في النهايه هم لا يدركون، او ربما يدركون بالعكس، هم بيدركوا ان الشعب المصري قادر على تجاوز اي منح، اي محنه، وقادر على العبور الى النجاح باي طريقه ومهما حاول. ولكن هم عايزين يقولوا احنا هنا بنادي دور، لان في النهايه كل وسيلة إعلام، مسألة الحياد دي مسألة طبعا في الإعلام، اللي بيدرس إعلام واللي يعني يعرف إعلام، مسألة الحياد في الإعلام دي مسألة غير موجود، إنما في توجه معين لإهالة التراب على مصر بأي شكل من الأشكال رغم كل النجاحات التي تحققت. الأسباب إيه بقى، ومين اللي بيعمل ومين اللي بيشتغل، نقدر بقى طول البرنامج إحنا نتكلم فيه. لكن حضرتك يعني وديت مثال لو الأمر معكوس، ومصر هي اللي عملت تقرير عن بريطانيا وعن الأحداث اللي بتحصل في بريطانيا أو كتير من السلبيات زي ما إحنا كنا بنتكلم، وحضرتك قلت برضو إن في خطوط حمراء محدش هيقدر يقرب من ده. طبعًا. ليه وإزاي ما يكونش عندنا إحنا هنا في مصر خطوط حمراء كده ما ينفعش حد يقرب منها؟ احنا شجرة العلي ومصر هي مستهدفة وكلنا عارفين ده، لكن وخلينا ناخد برضو دور المجلس الأعلى للإعلام ورده على تقرير البي بي سي، لكن برضو من وجهة نظر حضرتك أعتقد أن ده لوحده مش كافي. شوفي، هو بيجرك المنطقة سوداء أنك أنت تمنعي البي بي سي من مصر. بصراحة أنا من وجهة نظري، يعني مع أن رجل مع حرية الإعلام، ولكن أنا من وجهة نظري أنه عدم السماح للبي بي سي بالعمل في مصر أو توقيع عقوبة شديدة على من قام بهذا التقرير ومن ساعده، سواء من مكتبهم هنا أو من المصريين المتعاونين منه. ده المفروض أن يكون أول رد، المفروض يعني. هم عايزين يجروك للمنطقة دي ليه؟ عشان بقى يبنوا عليها، يبقى يعني هم كانوا الاول بيشتغلوا دخان من غير نار، لا هم بقى عايزين النار تولع عشان الدخان بقى يزيد، بقى قمع الحريات، قمع الحريات والوقوف ضد، مش يعني عارفه الكلام كبير قوي قوي قوي. فاحنا مصر عاقله بما يكفي وكبيره بما يكفي ان هي تتعامل مع الامر بمنتهى الاريحيه بشكل قانوني وبشكل مهني وبشكل لا يضعنا في دائره الخطأ الذي يبنون عليه خطايا أخرى بالضبط يستغلوا بشكل. ده هيحصل إزاي وإيه المطلوب، والمصريين كمان عليهم دور، يعني إزاي ننتبه، نسمع إيه وما نسمعش إيه؟ هتكلم في ده مع حضرتك، لكن اسمحوا لي إن إحنا نخرج لفاصل ونشوف تقرير البي بي سي وكلامها في حق مصر، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. في النور الحقيقة تبان. انتفض المصريون ضد الشبكة الإخبارية البريطانية بعد تحريضها الواضح ضد الدولة المصرية وتسييسها للأوضاع التي تشهدها مصر، فتلك القناة البريطانية أظهرت خلال الفترة الماضية وحتى الآن عداءها للمصريين ووقوفها بجانب جماعة الإخوان الإرهابية، وكشفت ممارسات إعلامية عديدة اتخاذ بي بي سي مواقف ضد مصر، على رأسها تعمدها وصف الإرهابيين بالجهاديين وعدم هجومها على العمليات الإرهابية التي تقوم بها تلك العناصر المتطرفة، بل تتجه في تغطيتها للأحداث الإرهابية وكأنها تحتفي بها، ثم عدم اعتمادها على الإحصائيات الرسمية وتركيزها على الحصول على تصريحات من العناصر الإخوانية الذين يهاجمون مصر، ثم مؤخرا تنشر عبر صفحتها دعوات الإخوان للتحريض ضد مصر، وخصصت حلقة لإهانة الشعب المصري بأكمله بألفاظ وعبارات لا تليق بشكل يستوجب المساءلة بعد الترويج لإدعاءات إرهابية ليس لها علاقة بالواقع، كما خالف البرنامج المعايير العالمية ومعايير القناة نفسها، حيث تعمدت الانحياز ضد القائمين على السلطة في مصر. فهناك تاريخ كبير يربط بين الإخوان وشبكة بي بي سي التي تعتمد استضافة قيادة الجماعة وحلفاؤها في الخارج من أجل التحريض والهجوم على مصر، ولعل كان آخرها في ديسمبر الماضي عندما استضافت الشبكة البريطانية محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان ليواصل تحريضه ضد القاهرة.
الممارسات الإعلامية لبي بي سي دفعت عدد كبير من المواطنين المصريين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تصدير هاشتاج هجومي على بي بي سي في رسالة واضحة من الشعب المصري لرفض سياسات بي بي سي ضد الدولة المصرية. في النور الحقيقة تبان. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. أهلا بك أستاذ محمود مرة تانية. معايير المهنية واللي يعني احنا مش هقول بس في البي بي سي لكن في كتير من القنوات اللي بتشن الحرب الشرسة والهجمات الشرسة على مصر. ليه ما عندناش لغاية دلوقتي منابر مصرية عربية قادرة على توجيه خطابها للغرب بنفس القوة اللي احنا بنشوف بتحصل في القنوات الأخرى اللي بتدعم الجماعات الإرهابية؟ للأسف الشديد يعني أنا متفق معك تماما في ده. احنا لدينا ما يكفي من الكفاءات الإعلامية والخبراء ومن يستطيع أن يرد بالفعل، ودائما ما أقول أنه لا يجب أبدا أن نكون مجرد رد فعل للهجوم علينا. صحيح. يجب أن تكون لدينا نوافذنا ومنابرنا الموجودة أصلا حتى تكون جاهزة وقت اللزوم، ولو وجدت أصلا مش هيحصل الهجمات دي علينا. إنما الـ 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 الإشكالية فين؟ ما تقدرش تعمل. أنت عندك هيئة عظيمة جدا زي هيئة الاستعلامات، والحقيقة يعني زميلنا وصديقنا الدكتور ديار شوان قام بجهود كبيرة جدا خلال الفترة اللي فاتت لإحياء دورها. عندك مؤسسة زي المؤسسة اللي أنا بتبعها اللي هي وكالة أنباء الشرق الأوسط، المفروض إن هي كان المراسل بتاعها كده ممثل لمصر أو للإعلام المصري في الدولة اللي هو فيها، يعني زيه زي السفارة بالضبط. عندك قنوات تلفزيونية، قنوات الفضائية المصرية. لا ما هي المشكلة، يعني لا شوفي بقى، أنا عايز أتكلم معاك برضو في النقطة شوفي. دي بنعتبرها فين؟ دي مشكلتنا إحنا دايما عندنا إن إحنا نتحاور مع بعض، يعني تلاقي المذيع يعني مع زملائنا المحترمين، كلنا بنحترمهم طبعا يعني وبنقدرهم، لكن تلاقي الراجل طالع يزعق ويتخانق وإحنا يا سيدي طيب ما مين اللي بيسمعك؟ يعني في النهاية إحنا زي ما تعلمنا دايما إن في رسالة وفي وسيله وفي مستقبل. بالضبط. انت سيادتك عندك الرساله كويس جدا متوجهه لمين؟ للمصريين. طب هم عارفين الوسيله بتاعتك دي بتوصل لفين، كم واحد بره بيشوفوها. فلا يعني يجب ان يكون هناك خطه مدروسه لان تكون لنا منابر حقيقيه وذات توجه خارجي. انت بتصرف كتير جدا، طيب اصرف على حاجات موجهه للدول دي بشكل زي ما هم المستقبل. طبعا الرساله رايحه لمين؟ طبعا الرساله رايحه لمين؟ انت دلوقتي عمال تتخانق وتزعق واحنا متضايقين واحنا زعلانين والبي بي سي اللي كذا طيب سيادتك طيب الكلام ده ما احنا عارفين، انا كمواطن مصري بتفرج عليك انا فاهم ده كويس قوي. انما المواطن الاجنبي البي بي سي نفسها في مكانها مش يعني ايه رد الفعل بتاعك عليها ان انت بتهاجمها هنا جوه مصر؟ دي مشكلتنا دايما اللي هو الحوار مع الذات، الحوار مع النفس. ازاي منظمة ارهابية وجماعة مشبوهة دولية ويعني معروف اساسها ايه وخططها ايه وعملها ايه تستطيع ان تصل الى مثل تلك النوافذ وانت لا تستطيع؟ ازاي دي يعني ده الغريب. مصريين كتير السؤال ده لحضرتك بتسأله كتير بيقولوا ازاي. شوفي هما طبعا يعني جزء من النظام الدولي ضد مصر. دي مسألة مفهومة ومعروف منذ نشأة جماعة الإخوان، وعلى فكرة مش بالضرورة جماعة الإخوان، أي جماعة كانوا هم أسسوها وأي جماعة عنفية موجودة، تنظيم القاعدة، تنظيم داعش، بوكو حرام، سميت لكن هي نفس الجماعة. بصي مهما كان العنوان معروف دوره إيه. صحيح. فأي جماعة الإخوان هم عاملينها كسكين في خاصرة الجسد العربي والمصري تحديدا منذ الأربعينات وربما قبل الأربعينات. من الذي ساعد الإخوان على تأسيس ما يسمى بالجهاز السري؟ الجهاز السري اللي هو بيقوم بعمل الاغتيالات وأعمال العنف المقصودة سواء بها أشخاص أو منظمات، أجهزة الاستخبارات الغربية. من الذي ساعد جماعة الإخوان يعني في سنة 55 لما حصل انه حظر بعد حادثه المنشيه 54 وعبد الناصر حظر الجماعه واصبح عناصرها مترادين؟ من الذي استقبلهم واصبحت بريطانيا هي الملاذ الاول لهم؟ دور الام بي الام اي 6 والام اي 5 دورهم ايه في تشكيل الجماعه؟ لما نعرف ده كله هنعرف ان اللي بيحصل ده ما هو دلوقتي ده ابننا واحنا بنكبره
بنكبره ليه؟ عشان لما يجي وقت نستخدمه بنستخدمه، لانه له برضه انصار موجودين. مش بريطانيا كلها مش البي بي سي ولا العالم كله السي ان ان، لا، انت تقدر بوجودك في قنوات كتيرة جدا، واحنا العرب يملكون الكثير من المال، ومصر بالمناسبة تملك، مصر ليست فقيرة، تستطيع ان تشتري اوقات في تلك القنوات، تستطيع ان تشتري قنوات من اساسها مش للرد، ولكن اصل انتي عشان تقعدي برضو، انا ضد مسألة ان الموليها رد، لا يعني هو الشعر العربي بيقول لك ايه، لو كل كلب عوى القمته وحجرا لصار الصخر مثقالا، وانا كل واحد بقى هيشتمنا جردد عليه، طب انا هفضل ابني ازاي؟ مش هفضل ابني. انما انا يكون عندي ادواتي وقنواتي ونوافذي التي تعرض وجهة نظري. تعرضنا لأذى شديد جدا بعد الهجمة الشرسة بعد 30 يونيو، وصارت مصر منبوذة دوليا، خلينا نعترف بده، أنها دولة انقلابية وأنه كذا وأنه كذا، مع أن أمريكا دلوقتي بتقوم بنفس الدور في فنزويلا، يعني أمريكا بتدعم ما يسمى بزعيم المعارضة أو نائب الرئيس هناك، وعناصر من الجيش عشان ينقلبوا على الرئيس الشرعي، يعني هي اصلا بتمارس ده. انما احنا لما احنا نيجي نعمل حاجه مطالبه شعبيه بتدخل الجيش لاصلاح الوضع، لا ده يبقى انقلاب وحاجه وحش هيضر بمصالح، تمام، فلازم نعمل كده. فاحنا خلينا نتعامل، يعني لا يجب ابدا ان ندفن رؤوسنا في الرمال، ونتعامل مع الامر على احنا عارفين دول اعدائنا، وان انت مهما قلتي مش هيصدقوا. وانه تقرير زي ده بالمناسبة، يعني الشارع المصري كان رد فعله جميل جدا، ان كل الناس تعاملت مع الموضوع انه شوف 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 الناس بتعمل فينا ايه، والله دي ناس فعلا احنا غلطانين ان احنا كنا بنسمعهم اصلا. بس لسه عندنا ناس مش كده عندنا. محمود النسبة عندنا. دي النسبة دي ما شوفي خليني بقى اتكلم بقى ايه كلام يعني ايه يعني كده في قنابل شوية. انت عندك من الاعلام ومن سواء وسائل أو عناصر أو خبراء عندك ما يكفي لأنك أنت تغيري كل عقيدة الناس. طب أنت فين؟ شوفي الإعلام المصري دلوقتي وشوفي حاله، شوفي الناس اللي دلوقتي حتى يعني نسبة المشاهدة للقنوات المصرية تراجعت جدا، وأصبح الناس بيبحثوا عن القنوات اللي هم عارف سبحان الله يعني عارف أنها عدو، يعني انا عارف وبدور عشان ليه. طيب ما احنا هنا نقوم نعمل احنا ايه هنا بقى كمصر؟ اولا ان نقوم بثوره داخليه في اعلامنا، تغيير معظم الوجهات غير المقبوله، الشفافيه وعرض المعلومه. الدوله بدات بالفعل تعمل ده، ولكن نحتاج الى الاسراع اولا، ونحتاج الى التكثيف ثانيا. وصدقيني الناس بتدور على المصداقيه، لو صدقك والله ما هيبص للحاجات دي خالص. حضرتك شايف ان في ترتيب معين يعني المفروض ان انا اركز وابدا بالتلفزيون الدوله، التلفزيون الرسمي اللي المفروض انه المعلومه والكلمه تمام. والتقرير تمام. اللي يخرج تمام. منه تمام. يعني موثق تمام، وبعدها كمان كل القنوات الخاصه واللي بيكون عليها رقابه بالزبط. ازاي ما تضرش بامن بلدها؟ صدقيني يعني بالفعل الشعب المصري لديه من الوعي بما يكفي، يعني احنا خبراتنا السياسيه والتاريخيه جعلت عندنا من الوعي ما يكفي لان نقيم الثمين من البخس، دي مساله ما فيهاش كلام. انما دورنا احنا ايه بقى كدوله؟ ان احنا ندعم زي ما حضرتك بتقولي كده الاعلام، نبدا بتلفزيون الدوله. تلفزيون الدوله محتاج الى تطوير كبير جدا، ومحتاج الى دعم جهود المخلصين اللي فيه. انت عندك كوادر هائله، صحيح، عندك مذيعين، عندك مؤدين، عندك مخرجين، هي بس امكانيات ضعيفه جدا. القنوات الخاصه التي اصبحت جزء كبير منها مملوك للدوله تحتاج ايضا الى اعاده ترتيب، تحتاج الى اعاده صياغه في المضمون، تحتاج الى ماده شيقه، ولدينا الكثير. مراجعه لما يقدم. يعني الحقيقه انا لما بقعد اتفرج على ناس اسماء كبيره جدا وفي الاعلام ونجوم من عشرات السنين، صحيح، تيجي تلاقيه بيستضيف سين، يعني الحقيقه ظواهر شاذه على المجتمع المصري، فده بيخلي الناس خلاص تبعد عنك. انما طب ما انت عندك نجاحات مصريه سواء على الصعيد السياسي او الاقتصادي او الفني او العلمي، ليه ما تجيبش دي نماذج؟ عندك قضايا تهم المجتمع المصري، ليه ما تعتبرش القضايا دي شغلك الاساسي؟ لما يجي بقى اعلام معادي يبث تقرير فيه سموم، الناس هتعرف تفرز. عجبتني قوي الازمه اللي حصلت بالاشاعه اللي طلعت ان بنت تم اختطافها من داخل المدينه الجامعيه واغتصابها، ومع الحقيقه حتى يعني حتى الكلام يعني
بالعقل كده ما يجيش. يعني واحدة في مدينة جماعية في أمن ودخول وخروج، واحد دخل وخطف واغتصب وقتل يعني إيه ده؟ عجبني جدا الرد، شوف السرعة، ما جاش علينا النهار إلا لما عرفنا كل الحقائق، وعرفنا مين اللي سرب الإشاعة، وعرفنا البنت اللي جايبينها دي مين. طب ليه ما يبقاش كده في كل إعلامنا؟ ما نبقاش يعني يبقى عندنا من القدرة والكفاءة ان احنا نستطيع ان نضحط اي شائعة، وان نهيئ الارضية الثقافية لدى الناس على ان يكون عقلهم مضاد للشائعات، افراز يفرزوا ده ايه دي مسألة. بصي ودي إيه مسألة، ودي مسألة الحقيقة مش واجب الدولة بس ولا واجب الاعلام بس. عندك الاعلام، عندك الاسرة، عندك المدرسة، عندك الشارع، عندك الجامع، عندك الكنيسة، عندك المؤسسات حتى الوظيفية. يعني لما يبقى فيه نوع من الوعي عند الناس بان انا يا اخي افسر المساله، وده على فكره يعني 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 مع تقدم التكنولوجيا وتقدم وسائل الحصول على المعلومه اصبح من السهل جدا تزييف المعلومه. انما الناس الحقيقه يعني عندها قابليه غريبه جدا لانها تستقبل المعلومه بشكل يعني غير مصدق وغير مقبول. استاذ محمود، السم في العسل اللي بيتقدم للناس، وحاجه اتكلمت على التكنولوجيا، السوشيال ميديا، الفيسبوك، تداول الاخبار عنه حتى اللي ناتج عن تقارير او حاجات. خلينا بقى نيجي لمربط الفرس. زمان احنا كنا بنبص للاعلام على انها مهنه مقدسه. كان زمان في عهدي يعني في بداياتي انا كان في كليه واحده، كليه اعلام جامعه القاهره اللي انا متخرج منها. تمام. جمعانا انا من البحيره، فلان من اسوان، فلان من اسكندريه، فلان من كذا، بندرس يعني ايه اعلام، مهنه مقدسه. كنا بنبص للصحفي او المذيع او حتى المخرج او بنبص لهم كده على انهم علامات ظاهره زي النجوم كده، نحترمهم وبنقدسهم. فكنا بنستقبل منهم المعلومه باحترام شديد جدا، كنا بنستقبل نقاشاتهم المحترمه في موضوعات محترمه باحترام شديد جدا. جت بقى هوجه السوشيال ميديا، اصبح سكين في يد مجنون، انت مش عارفه استخدمه في ايه. ما هو انت عندك يعني، انا كنت مره كتبت مقال اسمه السكين وتحريك العقل، كويس. السكينه موجوده، فلان هيدبح بيها، فلان هيعور بيها حد، فلانه هتستخدمها في عمل سلطه، هي سكينه يعني، هي وسيله واحده بس انما بتستخدم ازاي. وضع معايير وقوانين ورموز للعمل بيمنع بقى الاتجاه ده. ما فيش حد في الدنيا بيبقى دارس قانون او معاه دبلوم ويروح يشتغل دكتور. اللي دارس اعلام، فاكر اتكلمت عن كليات الاعلام المهنيه واخلاق المهنه، واللي المفروض ان كل يعني عامل وموجود بالاعلام في كليه بياخد ده كويس. ده موجود ده، لكن موجود. انما الميدان بقى اللي بالظبط اصبح الان دلوقتي اي حد قاعد كده جاء في باله حاجة، تمام، وعنده صفحة على الفيسبوك، وعنده الانستجرام، وعنده التويتر، وعنده كل وسائل بقى اللي مع اسمائها كلها. يعني في حاجات كتيرة جدا جزء منها مش مشهور في مصر لكن موجود. اي واحد قاعد جات في دماغه حاجة ويجي فلان الفلاني عمل كذا 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 كذا. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان الناس بتنقلها بلا وعي، بلا وعي، لان ممكن ينقلوها عن شخصية موثوق فيها. بالظبط. انما انت لما كان في اعلام له قوه وله معايير، صحيح، كان الناس عارفه ان هو ده زي دكتور البطنه ما ينفعش يشتغل دكتور عيون، ما ينفعش. الكاتب، المراسل، الصحفي اللي هو قاعد سكرتير التحرير، كل واحد له مهنه وله دور، فكانت العمليه منظمه. انت دلوقتي ما تقدريش تلغي السوشيال ميديا، واللي يقول كده يبقى طبعا ده ضرب من الجنون. انما تستطيعي ان تقنني الامور، تستطيعي ان تعودي الناس على طريقه معينه في التعامل مع السوشيال ميديا حتى لا تصبح الامور بهذا الشكل الفوضوي الموجود. اشتغل على التثقيف وزياده الوعي. وكمان بقى الحاجه الاهم، خلينا بقى عند مربط الفرس. لابد أن يكون لديك إعلام محترم حتى يحترم الناس. لابد أن يكون أنا لديك مدى ومقدار من المصداقية حتى لا يلجأ الناس لغيره. طب عشان برضو نبقى واضحين، عايزين نرجع نعمل اللي حضرتك بتقوله. يكون عندي قدر من المصداقية، يكون عندي إعلام محترم، نرجع للرموز اللي حضرتك اتكلمت عنها اللي كنا بنشوف أساتذتنا كده الكبار. تمام. ناخد منهم الكلام، عارفين إن عمر ما تخرج منهم كلمة غير هو عارف مصدر الخبر اللي هو بيقوله. ده اللي احنا اتعلمناه. نرجع لده ازاي؟ شوفي ده سهل جدا، جزء على الدولة وجزء على الإعلاميين أنفسهم
وتفعيل مواثيق الشرف الإعلامية. وأنا ضد على فكرة مسألة إن فلان غلط فقفل له الجورنال بتاعه، لا المسألة مش كده. أنت كده بتدخل في سكك الحقيقة، بتربي عداوات وبتخلق أنماط من التفكير غير مقبولة. فأنت عندك الإعلام المصري الآن يعني جزء كبير منه تتولى الدولة، يجب أن يكون هناك إعادة صياغة. شوفي خلينا واحد اتنين تلاتة كده. أولا إعادة صياغة للمضامين الإعلامية، ثانيا تفعيل دور المجتمع في الإعلام، بمعنى أن القضايا المجتمعية يجب أن تكون حاضرة على كل موائد إعلامنا. حتى يعني أنا في موضوع شغلني جدا مش لاقيه على القنوات المصرية كلها، بدور عليه فين؟ بجي رايح بقى على البي بي سي، رايح على القنوات اللي هي زي الجزيرة وغيرها عشان أدور عليه. أنت دلوقتي لا يجب أبدا، يعني مثلا موضوع زي اللي بيحصل في غزة النهاردة، تمام؟ فين فين التلفزيون المصري منه؟ فين الخبراء وفين المحللين؟ موضوع زي الإرهاب، الناس في جزء كبير منه مش فاهمة برضو يعني إيه إرهاب. فيجب أن يكون هناك خبراء بالفعل، وعندنا على فكرة كتير جدا. أذكرك بحاجة، أنه لما ظهرت داعش في 2014 كل من هب ودب طالع يتكلم في داعش، محدش فاهم هو بيقول إيه. هو بيقرأ من حاجات وسائل إعلام غربية برضو، لما كانش عندنا حد بيكتب في الموضوع ده ويطلع يتكلم يقول، فكانت النتيجة ان المعلومة غير واصلة للناس. وانا بشكرك على النقطة دي، لان احنا عندنا خبراء حقيقي، عندنا محللين لكن بخاطب اي فئة والمفروض اوصل لهم بالمعلومة بشكل ازاي. ويجب وشوفي ان المسألة ما تعتمدش بقى على الشخصانة، ان الاستاذ محمود صاحبي فانا اجيبه في البرنامج بتاعي، ان فلان الفلان انا عايز اديله 100 دولار في ايده فاجيبه في البرنامج، المسألة ما تبقاش كده. عملت انا ايه؟ بس طبعا ده صعب يتعمل في كل قضيه. انا راجل عشت مع دوله العراق الاسلاميه ففاهم يعني ايه داعش، لان هم دوله العراق الاسلاميه بس حبوا يغيروا اسمهم لان كانوا انهاروا والمجتمع العراقي لفظهم والمجتمع العربي لفظهم. فضلت اتصل بكل القنوات وكل المعدين وكل الاصدقاء بقى، التلامذه الاساتذه الزملاء، يا جماعه موضوع داعش ده لو سمحتوا لما يكونوا هتناقشوه كلموني وانا هفضلكم نفسي، تمام؟ وخدتها كده قناة قناة، كل القنوات المصرية تقريبا سواء الخاصة أو التلفزيون المصري، وطلعت فاهم الناس إيه داعش وبيشتغلوا إزاي وإزاي بيفسروا الدين على مزاجهم بحيث يخلوه يحولوه إلى ذبح وحرق. فين بقى الخبراء الحقيقيين اللي المفروض يتكلموا في ده؟ يعني أنا مثلا كم واحد عارف أن أنا مثلا متخصص في حكاية داعش دي؟ طيب الناس التانية المتخصصة ليه الإدارات ما تعملش كده قوائم؟ وانت عندك اعظم علماء واعظم مفكرين واعظم خبراء في كل الشؤون، ليه ما يبقاش في قوائم محترمه ان كل واحد يتكلم في الحته بتاعته بس؟ انا راجل راجل تخصصي علمي، اروح اتكلم ليه في السياسه الخارجيه؟ مجرد ان حد اتكلم في قناه كمان بيفضل متصدر المشهد، وزي ما حضرتك بتقول بنلاقيه من قناه للثانيه، فدي من الكوارث. فانت عندك اولا طبعا اعاده صياغه المضامين الاعلاميه، اشراك المجتمع في الاعلام، بمعنى ان تكون قضايا المجتمع حاضره على كل الشاشة، القضايا الحقيقية للناس مش حمو وبيكا والحاجات اللي بتحصل. حقيقة شيء مرعب وغريب، وانت عندك عظماء بيحققوا إنجازات ومحدش بيتكلم عندهم. ثالثا أن يكون هناك حسن اختيار للضيوف، ما ينفعش أبدا أنا أجيب واحد متخصص في الشؤون العسكرية وخليه يكلمني في الفن، فعش أجيب واحد متخصص في الفن وخليه يكلمني في الطب لمجرد أن أنا عايز يظهر في التلفزيون. فوضع خريطة واضحة لضيوف البرامج، أن تكون الدولة ليست رقيبا وإنما ضابطا لإيقاع الإعلام المصري. نوضح شوفي للناس بقى الفرق بين الاثنين. أيوة والنبي عشان أيوة، بس عشان أنت خدي بالك من حاجة، إن مسألة الناس تقول لك تدخل الدولة بالزبط. يا أخي هل أمريكا نفسها، أمريكا هذه الدولة التي تصدر نفسها للعالم على أنها راعية الحريات وأن رمزها الأساسي وتمثال الحرية الذي يشير للعالم بالشعلة، هل لا تتدخل في الإعلام؟ هل كل الصحف الأمريكية لا يتم توجيهها في اتجاه معين؟ النيويورك تايمز والهيرالد تريبيون وكل الصحف دي، هي انت مفكر الناس بتكتب كده من دماغها واللي هي عايزة؟ لا طبعا. دي رقابة ولا ضبط؟ لا ده ضبط مش رقابة. ويحصل ازاي والفرق بينهم؟ ده ضبط مش رقابة. الضبط ان يكون في ملامح عامة، يا جماعة في حاجات معينة، يعني ما يجيبش ابدا ان انت تجي تتكلمي عن الاخوان وحسن البنا وتقولي المجاهد العظيم والتنظيم الذي اراد اصلاح المجتمع، ما ينفعش الكلام ده معلش، يعني دي ما تبقاش حرية رأي، ده تبقى جريمة رأي مش حرية رأي. فيبقى في ملامح عامة
وفي ستايل بوك للكلام، ما ينفعش ابدا تكلمي عن اسرائيل وتقولي دوله اسرائيل الصديقه، لا ما ينفعش. اصل احنا بينها وبينها مسلام. ما اصل احنا بينها وبينها ما ينفعش. لازم يكون في يعني لازم يكون في ضبط للعناوين وضبط ومعايير واضحه. التفاصيل بقى بتاعتي انا تمام. المهم يا عم ده دي الحته دي يا عم قنبله ما تقربش منها، عدي من جنبها بس ما تقربش منها. الحته دي ما ينفعش تتكلم فيها بالطريقه دي، فاش تقول على ارهابي راح فجر نفسه انه مجاهد، ما ينفعش. فهماني؟ يكون في ضبط للعناوين وضبط للقواعد الاخلاقيه للعمل الاعلامي، ومش كل من هب ودب بيكتب في حاجه انت ما بتفهمش فيها بتكتب فيها ليه او بيكتب او يقول. يعني برضو انا عايز اخد تعليق حضرتك ان النهارده برضو المتصدرين المشهد والقائمين على البرامج ممكن يكونوا من غير دارسين للاعلام من الاساس. يا ستي شوفي، يعني احنا عندنا عباقره في الاعلام وفي الصحافه مش دارسين للاعلام. تمام. هيكل نفسه كان راجل مع دبلوم. ابراهيم نافع اللي ظل رئيس اكبر مؤسسه مصريه الراجل كان دارس قانون. تمام. مرسي عطله دارس زراعه. يعني مش عايز اقول لك يوسف ادريس هذا العبقري في القصه القصيره طبيب ملوش علاقه. انما احنا مش بنقول مساله يعني خليك انت مش دارس اعلام بس خليك موهوب وبتشتغل ضمن كتيبه الاعلام. ما تقدريش تحصري على فكره، انا حتى عندنا في نقابه الصحفيين هو ما بيشترطش انه تكون خريج اعلام. لا، اي مؤهل عالي وبتشتغل في مؤسسه ولك عقد عمل معاها، فما ينفعش كمان. ممكن يكون ناس مش دارسين اعلام انما موهوبين، وناس دارسين اعلام بس دارسين نظري ما يعرفوش يشتغلوا. موهبه. واحنا لنا ناس كتير نعرفهم كده دارسين وجايبين جيد جدا وممتاز كمان، بس تعالي خليك طب خبر. فهي القضيه مش في دراسه الاعلام، القضيه في التعاطي مع الاعلام والتعامل مع الإعلام. أولا يجب أن يكون لديك رصيد معرفي وثقافي. يعني واحد أنت ما تيجي دلوقتي تتكلمي، يعني للأسف الشديد ده بيحصل في حاجات كتيرة جدا، تبقى المذيع أو المذيعة يعني أنا بتكلم حاجة في إحدى القنوات الكبيرة جدا، مذيع كنا بنتكلم عن قضية عن حاجة في العراق، وأنا خبير في الشأن العراقي يعني لأن كنت مدير مكتب الوكالة هناك 4 سنين. فجاي بيتكلم ومستضيف، كنا بنتكلم عن قضيه الاكراد ساعه الاستفتاء بتاعهم وكده، فجاي يتكلم الراجل فبيقول له بيقول له القوميه الكرديه، تقول له يجي المذيع ردد بمنتهى العنجهيه تريد ان تقول ان الاكراد ليسوا عربا؟ يا اخي الجهل ده معقول؟ يعني حد مش عارف تميز بين يعني ومذيع في قناه كبيره مش هقول لك يعني طبعا يعني شيء. فانا بجيب لك المثل ده ليه؟ انه ابسط قواعد الثقافه مش موجوده. كيف تم اختيار هذا الشخص حتى يكون مذيع؟ المعايير اللي على ما هي المعايير؟ وبعدين انت بقى مساله انك انت كل فنان او كل واحد طلع له بحاجه يجي راح مقدم له برنامج، ايه الثقافه اللي بينقلها للناس؟ انا بقى كراجل دارس اعلام وحضرتك كواحده مجتهده في مجال الاعلام، يعني ما اعرفش درس اعلام ولا حاجه ثانيه اعلام. ايوه صح انت قلتي لي قبل كده. واحده درس اعلام زيك لما تيجي تلاقي نفسها واحده معهاش اي مؤهل ونجمه النجوم تقدم برنامج بتاخد عليه مئات الالاف في قناه رسميه او في قناه خاصه بس قناه كبيره. طيب انا التعب اللي تعبته ده، طب ما هو ده نوع من الاحباط في المجتمع، ما هو ده نوع من الاحباط. وانت على الاقل عندك قاعده ثقافيه ومعرفيه تقدري تنطلقي من خلالها، عندك اطار موضوعي ما ينفعش تخرجي عنه ومش لاقي لنفسي المدخل ده. مش بالظبط بالظبط كده. فانت لابد ان تضبط هذا هو ضبط الايقاع، انك انت تختار الشخص المناسب في الوسيله المناسبه ليقول الكلام المناسب، ولكن بدون قيد ان انا هقطع بقى رقبتك لو عملت كذا. لا، وباسلوب طرح مناسب يا استاذ محمود. بالزبط. لان اسلوب الطرح بالزبط. اعتقد ان كمان الناس بقت شايفه ان السمه السائده هي فكره الصوت العالي والخناقات. أيوة. في التوك شو دي المشكله، دي المشكله. المذيع انا اللي بستغرب له فكره التوك شو دي، فكره الحقيقه فاشله جدا عندنا. يطلع المذيع وطبعا محدش بيرد عليه لدرجه انه بعض المذيعين يعني يطلع يا اخي انت بتاع يقول لك والله اللي مش عايز يشوفني يدور القناه. يا اخي ازاي الكلام ده؟ انت سيادتك واقف ماسك مدفع على الشاشه وبتضرب بيه، اللي خايف يتعور يبعد؟ يعني ده اسمه كلام؟ يا خلينا نتكلم بقى كلام موضوعي. ما ينفعش ابدا مذيع في قناه، حتى انا واجهته احد المذيعين مره يا اخي يعني الموضوع انت كنت بتتكلم، اولا انا غلطت في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ثانيا طريقه عرضك انت المفروض تعرض موضوع محترم، فما يجبش ابدا تستخدم هذه الالفاظ. قال والله يا باشا اللي مش عاجبه يدور القناه. ايه ده؟ فين رسالتك؟ ايه ده؟
اللي انت مفروض يا فندم يا فندم الاعلام مسؤوليه طبعا. الاعلام مش مزاج، مش سيادتك عشان تعرف حد فطلعك مذيع، لا دي مسؤوليه اخلاقيه ووطنيه. اذا كانت الرصاصه بتقتل واحد او اتنين، الاعلام ممكن يقتل مليون بكلمه. انت ممكن تقوم حرب، ممكن تثير فتنه سواء دينيه او طائفيه. اللي يعرف معقول خطوره العمل اللي هو أيوة. فيه اذا كان هناك بقى من لا يعرف الدوله يجب أن تفهموا ذلك. أنا أعتبر من كلام حضرتك يعني، وأنا سعيدة جدا بالحوار كنت مع حضرتك النهاردة، في مجموعة من الرسائل سواء للدولة، للقائمين على العمل الإعلامي، للعاملين بالحقل الإعلامي. أعتقد أن لو كل واحد عرف خطورة المنبر والمكان اللي هو بيتكلم تمام. منه خطورة تمام. الكلمة اللي بتتقال تمام. أسلوب الطرح تمام. وبلدنا وأمنها القومي قد إيه هو يعني مسؤولية كل شخص فينا من خلال عمله أيا كان هو فين. أستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، نورتني وشكرا لوجودك معي. أشكرك. إعلان ترامب للسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان أيضا من الأخبار المهمة جدا على الساحة، واللي عليها مجال كتير. مش هقول أنه ما بين المؤيد والمعارض، لكن هكرر كلمة أن من لا يملك أعطى لمن لا يستحق. فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية.